أكيد مثل كل سنة الواحد بده يتمنى أولاً الصحة اللي هي أهم شيء اللي ما بتتعوض والنجاح ويكون أمل كتير كبير بالسنة القادمة. يمكن السنة في شيء زيادة عن بقية السنوات هي الأزمة اللي عم نتخبط فيها. إن شاء الله كمان تكون هيدي السنة جديدة باب جديد لحتى لبنان يطلع من أزماته الاقتصادية والمالية وهيك يرجع كمان الأمل واللي أبدا ما في شك فيه خاصة بهالوقت اللي نحن عم نمرق فيه من عزز إيماننا نحن المؤمنين اللي على طول عندنا الرجاء اللي هو أقوى شيء بيتغلب على كل شيء. بقى بالرجاء وبالإيمان بدنا نجتاز هيدي المرحلة بإذن الله ونرجع نفوت بسنة جديدة تكون بادرة خير على كل اللبنانيين إن كانوا بالداخل اللبناني أو ببلاد الانتشار. بهالعيد المجيد حبيت أني عايد جميع اللبنانيين بعيد الميلاد وبحلول رأس السنة الجديدة ونطلب من ربنا أنه يتشفع بلبنان وبالشعب اللبناني ويحل علينا أعجوبة أنه نقدر ننتخب رئيس جمهورية ويجي رئيس إصلاحي إنقاذي سيادي يخلص هالبلد يجيب معه حكومة متجانسة تقدر تحكم بعدل وتقدر تقيم لبنان من هالوضع المزري اللي هو فيه. اليوم نحن بهالعيد مفروض نتلاحم مع بعضنا نحط إيدنا بإيد بعضنا ونطلب من ربنا الصبر لحتى تقطع هالمرحلة على خير وسلامة. الشعب اللبناني على طول معروف أنه هو مقاوم واليوم ببركة العيد رح نضلنا نقاوم وهذه المقاومة الفعلية لخروج لبنان من هالأزمة الاقتصادية ومن هالوضع ليرجع لبنان اللي كلنا بنحلم فيه لنرجع كلنا نعيش الحياة الكريمة اللي نحن كلنا بنستحقها. ينعاد عليكم وإن شاء الله تكون سنة خير وبركة على الجميع يا رب. لكل أهلنا بلبنان ينعاد عليكم أعياد المجيدة عيد الميلاد المجيد ولادة النبي عيسى عليه السلام المسيح ورأس السنة الجديدة. إن شاء الله هيدي السنة كلها خير مثل ما بيستاهلوا اللبنانية كلهم وبيستاهل لبنان. قلوب اللبنانية كلهم بيضة مثل التلج على جبل صنين وإن شاء الله منشوف أيام كتير حلوة بيستاهلوها اللبنانية لأهلنا وناسنا بالمسيحيين في لبنان عامة وبالخصوص بقضاء زحلي أهلي وناسي وجيراني. ينعاد عليكم بألف خير ونحن وياكم إن شاء الله لنعمر لبنان أحسن مما كان. أنتوا بتستاهلوا ولبنان بيستاهل. نحن كل اللي صار معنا وكل المصايب اللي وقعت على رأس هذا الشعب القوي سرقة الودائع العتمة الأزمة المعيشية ارتفاع الدولار كل هيدي المصايب نحن قدرنا تجاوزناها وبعدنا صامدين. نحن شعب كتير قوي نحن شعب فعلا نستحق التقدير لأنه منشبه طائر الفينيق اللي رجع نهض من تحت الرماد. نحن علينا نتعاون المنظومة صارت ضعيفة صدقوني ونحن بنقدر كلبنانيين عموما وكبقاعيين خصوصا انه نسقط هيدي الاثار السيئه اللي ضللونا فيها. لازم نخرج من الطائفيه من المذهبيه نخرج من الحزبيه نخرج من الاستزلام نخرج من الترهيب والترغيب والمصالح الخاصه ونرجع نتوجه باتجاه بناء هيدا الوطن والمؤسسات والقانون والدستور. نحن علينا نتعاون جميعا الداخل اللبناني والاغتراب. نحن طاقات كبيره كتير واليوم بمناسبة ميلاد السيد المسيح اللي هو ميلاد الأمل والقوة والعطاء والإيمان والصلابة بتمنى تاخدوا هيدي المعايير وهيدي العبار كشعب ونرجع ننطلق وتأكدوا انه العام الجديد ان شاء الله حيكون افضل. وطبعا نحن امامنا مستقبل كتير منيح ما حنترك هيدي المجموعة اللي سرقت كل شيء ترجع تسرق المستقبل والأمل. أجيالنا القادمة سوف تنتصر ووطننا خالد مثل أرزو الشامخ ومثل تاريخه الخالد فعلا.
ينعاد عليكم بخير وكل سنة وأنتم سالمين. تحياتي للجميع. بتمنى بمناسبة هذا العيد المجيد، عيد ميلاد يسوع المسيح اللي اجى على الأرض ليخلص هذا الشعوب كله، أن يعم الفرح في قلوبنا والأمل، وأن نتغلب على الحزن وعلى الأحباط يلي مسيطر علينا في لبنان بهذه الظروف الصعبة، صعبة جدا على كل الناس وعلى كل المستويات الاقتصادية والمعيشية والمالية. أتمنى أيضا في هذا العيد أن يتنور عقل أصحاب القرار يلي أوصلوا لبنان وشعب لبنان إلى ما هو عليه اليوم، أن يتخذوا القرار الابتعاد عن مصالحهم الشخصية وعن ارتباطاتهم بالسياسات الخارجية، وأن يعملوا على إنقاذ الوضع في لبنان وشعب لبنان يلي هو حط أمله فيهم وعاد انتخابهم، ولكن لم يوفوا أحد منهم بما وعدوا به. فبتأمل أنه بهذا العيد أن يعود أصحاب القرار إلى عقلهم وإلى مصالح الناس ويعملوا على إنقاذ هذا البلد، لأن ما عادت أمور تقدر تتحمل. وكل عام وأنتم بخير.